بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الإندوكراين سيستم. إن شاء الله نستمتع بإذن الله بالإندوكراين من المواضيع اللطيفة جدا بإذن الله، والحاجات اللي هي المحببة بإذن الله إن شاء الله. أوكي. لما نيجي نتكلم على الفانكشن اوف ذا بودي، بنقول إن الفانكشن اوف ذا بودي ار كنترولد باي تو مين سيستم، النيرفس سيستم والاندوكراين سيستم. الكلمه اللي احنا دايما بنقولها باستمرار من ايام سنه اولى، لما بنقول ان هم دول الريجوليتوري سيستم اللي هي النيرفس والاندوكراين سيستم. وزي ما قلنا برضو في السي ان اس، في الجزء الاولاني من السي ان اس، ان النيرفس سيستم ده مسؤول عن الرابيد كنترول وفور شورت ديوريشن، على طول بيستجيب ويشتغل بسرعه، ولكن عيبه الوحيد ان هو شورت ديوريشن، عشان انتوا عارفين طبعا ان النيرون متصل بالنيرون من خلال اللي هي الساينابس، ودي من خلال كيميكال ترانسميترز بيحصل لها نوع من الاكزوشن، فبالتالي ما بيكملش هذا النيرفس كنترول. يبقى النيرفس سيستم مسؤول عن الرابيد كنترول، ولكن للاسف هو شورت ديوريشن. اما الاندوكراين سيستم مسؤول عن السلو كنترول، يشتغل بشويش قبل ما يطلع الهرمونز ويمشي في الدم ويوصل لغايه الديستانت اورجان ويمسك في الريسبتورز ويغير الاكتيفيتي بتاعت هذه السيلز، بياخد مده طويله جدا عشان يشتغل، يبقى هو سلو كنترول. لكن وانس اشتغل بيشتغل لمده طويله فور لونج ديوريشن. هذا الاندوكراين سيستم من خلال الهرمونز زي ما بقولها دلوقتي بالتفصيل ان شاء الله، بيملي بيكنترول ايه؟ الميتابوليك فانكشن بتاعت البودي كلها، كل الميتابوليزم بتاعت البودي، كل الكيميكال رياكشن بتاعت السيل. مش بس كده، ده الميتابوليزم في ايتش سيل مسؤول عن السيل، ممكن يعمل فيها الجراس، وحتى ممكن يعمل فيها سكريشن زي ما هنشوف ان شاء الله. مش بس السكريشن لحاجات اكسوكراين جلاند، لا، ده ممكن يتحكم في انذر اندوكراين جلاند، في السكريشن بتاعت هذه الاندوكراين جلاند، هنشوفها كلها بالتفصيل باذن الله. هو يعني هرمون، عشان اقول على اي سبستانس انها هرمون لازم يكون في 6 كرايتيريا، 6 صفات مهمه جدا قوي. اول صفه فيها انه عباره عن كيميكال سبستانس، يبقى الهرمونز هو عباره عن كيميكال سبستانس. تاني صفه مهمه جدا لازم تكون موجوده في الهرمون، secreted directly in the blood، لازم يفرز على طول مباشرة في البلد. يبقى number one hormones is chemical substance secreted directly in the blood. مين اللي هيفرزها؟ ductless gland. جلاند ملهاش duct، بتفرز مباشرة في الدم. أهم شيء كمان إنها لازم تكون small amount، زي ما هناخد بعد كده بالتفصيل بقى الكلام اللطيف جدا، جروس هرمون، الهرمون النمو ده بتاع إيه ده وبيشتغل إزاي، ولو حصل فيه disturbance يعمل إيه، طب نقيسه ازاي عشان نعرف العيان ده عنده نورمال جروس هرمون ولا لا؟ بنقيس مثلا بالنانو جرام. يا خبابة، النانو جرام ده 1 على 10 اس ايه؟ اس 9 اصفار. هلاقي مثلا الثيرويد هرمون بتتقاس بالمايكرو جرام. مفيش حاجة اسمها اقيس هرمون بالملي جرام ولا بالجرام، مش الجرامين ده خالص. كلهم in a very small amount. الحاجة الصفة الخامسة ان هو affect distant organ. يبقى هو بيمشي هذا الهرمون بيطلع من ductless gland directly into the blood، يفضل ماشي في البلد in a small amount عشان to affect distant ايه organ، زي ما اتفقنا انه هيمسك بقى ايه في الريسبتور بتاعت الخليه عشان يغير الفانكشن بتاعت هذه الخليه اللي هي التارجت سيل. يبقى هرمون، عشان اقول على اي ماده انها هرمون، لازم في 6 صفات. أولاً chemical substance secreted directly in the blood by a ductless gland، أهم شيء in a small amount، ليه؟ to affect distant organ. الصفة السادسة إن هو مختلف تماماً عن الإنزيمز، ده عبارة عن الهرمونز are continuously lost. يبقى سادس الصفة في الهرمون إنها كلها continuously lost، على طول بتتكسر أول بأول. يا اما حاجه من الاولانيه تارجت سيل ابتيك، يعني الهرمون راح للتارجت سيل خدت هذا الهرمون وعملت له انجلفنج، خدته جواها وعمل الاكشن بتاعه
وتكسر الهرمون جواه. يعني معنى كده ان هو دايما بيلهز الهرمونز على طول كونتينوسلي لوست، ايزر باي تارجت سيل ابتيك، ادي واحده، يا اما هو ماشي في الدم يروح للليفر يحصل له ميتابوليك انكتيفيشن في الليفر، يا الحاجه الثالثه ان هو ماشي في الدم وينزل فين؟ في اليورين. لو كان زي ما هنشوف ان شاء الله بعض الهرمونز اللي هي بتبقى فيري سمول هرمونز دي ممكن تبقى لوست ان يورين. يبقى هذه هي الصفه السادسه بتاعت مين؟ بتاعت الهرمونز. طيب هما مين هما انواع الهرمونز الموجودين في البودي؟ عندنا جنرالي كده بنقسم الهرمونز لحاجتين، يا اما لوكال هرمون يا اما جنرال هرمونز. طيب ايه اللوكال هرمون؟ هرمون بتشتغل لوكال افكت، تاثيرها كله موضعي، زي ما خدناهم السنه اللي فاتت في الجي اي تي. الجي اي تي هرمونز زي مين؟ زي الجاسترين، الكوليسيستوكاينين، السكريتين اللي كان بيأثر على الموتيليتي بتاعت الاستومك، الموتيليتي بتاعت الانتستين، يزود البنكرياتيك سكريشن، يزود البايل سكريشن، دي كلها كانت لوكال افكت. يبقى ده اللوكال هرمون. جنرال هرمون ده لو جنرالايز افكت، يمشي في الدم يأثر على اولموست اول سيلز اوف ذا بودي. زي مين؟ زي الجروس هرمون. الهرمون هو يكبر لك نص جسمك ونص ثاني، لا، كل السيلز كلها بتكبر هذه السيلز. نفس الكلام الثايرويد هرمون، لما نعرف بعد كده الناس اللي عندهم زياده في الثايرويد هرمونز، عندهم هايبر ثايرويديزم، تبص تلاقي كل الفانكشن بتاع جسمهم زايده، لان الثايرويد هرمون بيعمل ايه؟ بيكنترول الفانكشن اوف اول سيلز اوف ذا بودي، ينشط الجسم كله. فلو زاد الثايرويد هرمونز الجسم كله هيزيد، تلاقي العيان ده عنده ايه؟ تلاقي القلب بتاعه عنده تاكي كارديا، القلب بايه؟ بينقبض بسرعه جدا، تلاقي عنده نيرفسنس، السينابتيك ترانسميشن تبقى عاليه جدا قوي، والعيان ده عنده تريموس في ايديه، تبص تلاقي الماسل نفسها الكونتراكشن والاكسيشن بتاعتها سريعه جدا قوي، تلاقي السكريشن بتاعت الاستومك والانتستين كلها تبقى سريعه، العيان ده حركه الانتست نفسها سريعه، يبقى عنده دياريه، عنده اسهال، يبقى هو بيأثر على كل البطن. يبقى عندي الهرمونز يا اما لوكال هرمون لها لوكال افكت، يا اما جنرال هرمونز اللي هي لها جنرالايزد افكت. طيب مين هم الاندوكراين جلاند اللي في البطن؟ الاندوكراين جلاند في البودي هنبدا باول جلاند، المعلم الكبير اللي اسمه البيتيوتري جلاند. بيتيوتري جلاند هي الماستر جلاند، ماستر جلاند المايسترو، بيتحكم في كل حاجة. ده بيتحكم في بعض الاندوكراين جلاند او بالتفصيل دلوقتي، زي مثلا السوبرينال كورتكس، زي الثيرويد، زي الجونادز تيستس والأوفرز، ولو كمان دايركت افكت مباشرة بازاي؟ انه بيطلع مثلا جروس هرمون، بيشتغل على طول على كل البودي، بيكبر الماسلز ويكبر البونز كل حاجه، وكمان بيطلع دايركت هرمونز على التيشو، مثلا البرولاكتين اللي بيستيميليت هذه الماماري جلاند اللي بيسميه هرمون اللبن البرولاكتين. مش بس كده، هنعرف بعد كده بالتفصيل ايه هو يعني الجزء الامامي من البيتيوتري اسمها انتيريور بيتيوتري، والجزء الخلفي، الجزء الخلفي البوستيريور بيتيوتري بيطلع هرمونز مشهور جدا خدناه في الكارديوفاسكولار سيستم قبل كده، اللي اسمه الـ ADH، الانتي دايريتيك هرمون، اللي بيحوش الووتر وبالتالي بيرفع الضغط، وكمان الاوكسيتوسين اللي بيشتغل على اليوترس، ده هنقولها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله. يبقى انا عندي الاندوكراين جلاند في البودي، اول واحده هي البيتيوتري جلاند، هي الماستر جلاند، دي واحده بتتحكم في كام؟ بتتحكم في ثلاثة اندوكراين جلاند. يبقى بيتيوتري جلاند لها ثلاثة اندوكراين جلاندز under the control of pituitary. أول واحدة هي الثايرويد جلاند. يبقى العين عنده بيتيوتري بيطلع هرمونز اسمه TSH، ثايرويد استروجين هرمون، ده هقولها بالتفصيل كمان خمس دقايق. يعمل ايه الثايرويد استيميليتنج هرمون؟ ثلاث حروف، ثايرويد ستيميليتنج هرمون تي اس اتش،
بينشط الثايرويد جلاند. الله، ده معنى كده ان الواحد لو عنده هايبر ثايرويديزم، عنده زياده في الثايرويد هرمون، ده ممكن يكون المشكله في الثايرويد جلاند نفسها بتطلع هرمون زياده، او ممكن يكون البيتيوتري ده بيطلع مور مور تي اس اتش بيطلع الثايرويد هرمون زياده. يعني مش لازم يكون مشكله في الثايرويد، ممكن يكون مشكله فين؟ في البيتيوتري. يبقى البيتيوتري جلاند لها ثلاثه اندوكراين جلاند تتحكم فيهم. 3 اندوكراين جلاند اندر ذا بيتيوتري كنترول. نمبر 1 ثايرويد من خلال ان هو البيتيوتري بيطلع تي اس اتش. تاني حاجه الجونادز اللي هي الاوفري والتستس في الميل والاوفرز في الفيميل، بيطلع اف اس اتش وال اتش. عشان كده دايما بنشوف لما مثلا واحده ما بتخلفش نشوف ايه؟ نشوف الاول الاف اس اتش والال اتش اللي هي فوليكل ستيبليتنج هرمون واليوتنايزنج هرمون، هقوله بالتفصيل ان شاء الله. دول بيطلعوا من البيتيوتري جلاند عشان يعملوا ايه؟ عشان ينشطوا الجونادز التستس ان ذا ميل اند اوفرز ان فيميل. طب لو هم دول مش موجودين هيبقى هيحصل ايه؟ هيحصل هايبو جوناديزم، الاوفر الزنام في العسل اللي هو والايه والتستس. ثالث واحده من الاندوكراين اندر ذا كنترول اوف بيتيوتري هي سوبرينال كورتكس. وزي ما قلنا قبل كده كلمه كورتكس يعني القشره. انا عندي سوبرينال جلاند، الغده فوق كلويه متقسمه جزئين، الجزء الخارجي اسمه سوبرينال كورتكس القشره، وده بيطلع سوبرينال كورتيكال هرمونز، اشهر واحد فيهم طبعا هم مجموعه اللي هي مين؟ الكورتيزول، مش كورتيزون، كورتيزون ده دواء دراج، كورتيزول هرمون الكورتيزول اللي هي جلوكورتيكويد، وبيطلع تاني حاجات تانية زي المينرال كورتيكويد اتسترا. يبقى في عندي الثلاثة دول الاندوكراين جلاند، دول اندر ذا كنترول اوف بيتيوتري، الثايرويد، الجونادز، السوبرينال كورتكس. لو حصل مشكلة في البيتيوتري الثلاثة دول هيحصل فيهم نفس المشكلة. لو ده زود السكريشن بتاعه ممكن ازود ده وده وده. في ثلاثة اندوكراين جلاند تانيين not under the control of pituitary. البيتيوتري has nothing to do عليهم، ملوش اي سلطة عليهم. جنب الثايرويد الباراثايرويد، دول باراثايرويد جلاندز، اربعة جلاند تاخدوها طبعا بالتفصيل في الاناتومي. موجودين فين؟ موجودين embedded راقدين في الباك بتاع الثايرويد جلاند. دول ملهمش علاقه نهائي بالبيتيوتري جلاند. مش يبقى الثايرويد جنبها الباراثايرويد، الجونادز في تجويف البطن، طب يا سعاده الباشا الاوفري ماشي في تجويف البطن، طب التستس؟ ايوه طبعا، لان التستس في الفيتس جوه بطن امه كان موجوده في الابدومن، بعد يحصلها بعد كده ديسنت. فجنب هذا الجونادز الناحيه دي في عندي مين؟ البنكرياس. برضه البيتيوتري جلاند has nothing to do، ملوش دعوه بيه. وجنب السوبرينال كورتكس جنبها السوبرينال مضله. يبقى انا عندي فيه عندي كام اندوكراين جلاند؟ قلناهم سبعه. الماستر جلاند البيتيوتري معاهم ثلاثه اندوكراين جلاند under the control of the pituitary، الثايرويد، الجونادز، and سوبرينال كورتكس. وثلاثه اندوكراين جلاند not under the control of pituitary، الباراثايرويد والبنكرياس والسوبرارينال ميدالا. طيب سؤال مهم جدا قوي 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 قوي. ربنا خلق تو سيستم بيتحكموا في الفانكشن بتاعت البودي. ما ينفعش ان يشتغل كل واحد يشتغل في وادي لوحده، لازم يكون بينهم نوع من الانتر ريليشن. يبقى في ايه هو الانتر ريليشن بين الاندوكراين والنيرفس سيستم؟ النيرفس والاندوكراين سيستم الاثنين كومبلمنتري تو ايتش اذر، مكملين لبعض. ده يشتغل وده يكمل بعديه، ده يشتغل وبعدين التاني يكمل يقول له يبقى اولاني ما بطل شغل انا هكمل. لازم بينهم نوع من الانتر ريليشن. فهنبص لها في الانتر ريليشن، ان النيرفس سيستم ممكن ياثر على الاندوكراين سيستم، ومن الاذر هاند الاندوكراين سيستم كان افكت النيرفس سيستم. يبقى النيرفس سيستم ياثر على الاندوكراين سيستم، ومن الناحيه الثانيه الاندوكراين سيستم بياثر على النيرفس سيستم.
منهم نوع من انواع الانترليشن، نوع من الترابط والتناغم في الشغل بتاعهم. طيب اول واحده، ازاي النيرفس سيستم بيأفكت الاندوكراين سيستم؟ بيأفكته من خلال ثلاث حاجات مهمه جدا 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 جدا. لو فهمت الاندوكراين، الاندوكراين جميل جدا ولذيذ قوي، لو فهمته من اوله هتلاقي الموضوع بكل بساطه في منتهى الجمال. اول علاقه ما بين النيرفس والاندوكراين سيستم، النيرفس سيستم بيأثر على الاندوكراين سيستم من خلال ثلاث حاجات. اول حاجه هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن، من خلال رقم 2 هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت، ومن خلال دايركت كونكشن بين الهايبوثالاموس والسوبر رينال ميدلا. واحده واحده كده هنعرف كل واحده معناها ايه. اول طريقه النيرفس سيستم بيأثر على الاندوكراين سيستم اللي هي اسمها هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن. اوكي، ايه بقى الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن؟ هو يعني ايه اصلا الهايبوفيزيال؟ هايبوثالاموس طبعا معروف، الهايبوثالاموس اللي هو تحت المياد. طب الهايبوفيزيال، كلمه هايبوفيسس هي البيتيوتري جلاند بس باللاتيني، يبقى هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن دي واصله ما بين مين؟ ما بين الهايبوثالاموس، ركز معايا، والانتيريو بيتيوتري. المحاضره ان شاء الله اللي بعد الجايه واحنا بنتكلم على البيتيوتري جلاند والجروس هرمون والكلام اللطيف ده، هنعرف ان البيتيوتري جلاند فيسيولوجيكالي بقسمها الى انتيريو بيتيوتري اند بوستيريو بيتيوتري، وهنعرف بعد كده ان الانتيريو بيتيوتري دي طالعه من حته لوحدها خالص مايجريتنج من لو داون لفوق، والبوستيريو بيتيوتري دي جايه من حته تانية خالص هنشوفها بالتفصيل، جايه من فوق ونزلت لو داون، عشان الاثنين يشبكوا في بعض وهما اكشولي تو ديستينكت جلاند، هما اكشولي غدتين منفصلتين تماما خالص. يبقى اول طريقه ازاي النيرفس سيستم بيأثر على الاندوكراين سيستم من خلال الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن. هذه البورتال سيركيليشن، السيركيليشن دي ما بين مين؟ ما بين الهايبوثالاموس والانتيريو بيتيوتري. طيب نكمل برضو. طب يا فندم قلت هايبوثالامو، ماشي ده هايبوثالاموس، هايبوفيزيال ماشي ده انتيريو بيتيوتري، ايه البورتال سيركيليشن ده؟ بورتال سيركيليشن، اشهر بورتال سيركيليشن في جسمك مشهوره جدا اللي هي ما بين مين؟ ما بين الانتستين وبين الليفر، مشهوره جدا. طب هو مفيش غيره؟ طبعا كلام فارغ. بورتال سيركيليشن باي ديفينيشن هو عباره عن ايه؟ هي سيركيليشن بتوين تو اورجنز او بتوين تو سيتس اوف كابيلاريز. مره ثانيه، يعني ايه بورتال سيركيليشن؟ هي سيركيليشن between two organs، عضوين، أو between two sets of capillaries. هنكمل من عندي حتة صغيرة، not involving the heart. يبقى أنا عندي circulation بين two organs، القلب مش بينهم، أو between two sets of capillaries. هنشوفها كده مع بعض. آدي عندك، آدي الهايبوفيزيال artery، ده اسمه superior hypophyseal artery زي ما احنا عارفين زمان. الارتري يدي كابيلاري، تدي فين؟ اوكي، ادي الهايبوفيزيال ارتري دخل في الهايبوثالاموس، عمل ايه في الهايبوثالاموس؟ ادى ديفايد انتو ميني كابيلاريز، هذه الكابيلاريز بتدي الهايبوثالاموس الاكسجين والجلوكوز، وبتشيل منه حاجه مهمه جدا قوي، حاجه اسمها ريليزنج and inhibiting hormones. مرة تانية، يبقى ادي عندي الارتري داخل في الهايبوثالاموس اللي اسمه هايبوفيزيال ارتري، انقسم الى ميني كابيلاريز زي ما قلنا قبل كده، الكابيلاريز مليانة بورز، البورز دول يطلع منهم الاكسجين
يطلع منهم الجلوكوز عشان يغذوا هذه الهايبوثالاماس، وياخدوا منها الويست برودكت، وياخدوا منها حاجه تانية مهمه جدا قوي، ياخدوا منها ريليزنج اند انهبيتنج هرمونز. بعد كده يتجمع هذا الكابيلاريز في فين اللي اسمه هايبوفيزيال فين. ايه ده؟ ده الفين نفسه ادى ميني كابيلاريز. يبقى انا عندي هنا ادي كابيلاري وادي كابيلاري، يبقى دي اسمها بورتا سيركليشن. اصل يا فندم ده بين الهايبوثالاماس الاورجن الاولاني والانتيريور بيتيوتري الاورجن الثاني، يبقى برضه اسمها بورتا سيركليشن. يبقى بورتا سيركليشن هي سيركليشن بتوين تو اورجانز، ادي الهايبوثالاماس وادي الانتيريور بيتيوتري، او بتوين تو سيتس اوف كابيلاريز. ارتري ادى كابيلاري اتجمعت انتو فين، واحد مديها تاني كابيلاريز. طب ايه فايده هذه الكابيلاريز؟ دول ادوا برضه شويه اكسجين وجلوكوز وكان فاضلين لسه فيها للانتيريور بيتيوتري، وادوها ايه تاني بقى؟ ادوها الريليزنج والانهبيتنج هرمونز. دي هرمون طالعه من الهايبوثالاماس تقول للبيتيوتري جلاند يا بيتيوتري جلاند ريليزنج، طلعي من عندك الهرمونز، او انهبيتنج هرمونز بيطلع من الهايبوثالاماس انهبيتنج هرمونز يوصل للبيتيوتري، هنشوفها دلوقتي، يقول لها ما تطلعيش الهرمونز اللي عندك يا انتيريور بيتيوتري. يبقى اول كونكشن ازاي النيرفس سيستم ده الهايبوثالاموس ده جزء من النيرفس سيستم، ازاي بيأثر على الاندوكراين سيستم من خلال الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتا سيركيليشن، اللي هي سيركيليشن بتوين الهايبوثالاموس اند انتيريور بيتيوتري، سيركيليشن بتوين تو اورجانز او بتوين تو سيتس اوف كابيلاريز. طيب بص مع بعض كده، طلع من هذه الهايبوثالاماس ريليزنج هرمون، زمان كنا بنسميهم ريليزنج فاكتورز، وبعد كده قلنا انه عليهم هرمونز. ليه؟ نفس القصه، بيطلعوا دايركت انتو ذا بلاد ان سمول اماونت عشان ياثر على ديستانت اورج، يبقى ده عباره عن هرمونز. بيطلع الريليزنج هرمونز من الهايبوثالاماس يروح للبيتيوتري يقول لها ايه؟ طلعي من عندك الهرمونز. مين هم الهرمونز اللي هتطلعهم من البيتيوتري؟ نبص بقى كده، ادي البورتا سيركيليشن شايله ريليزنج او انهبيتنج فاكتورز اللي سميناهم هرمونز، بيأفكت السكريشن اوف انتيريور بيتيوتري. طب لما انا اثر على السكريشن اوف انتيريور بيتيوتري، ده انا اصلا من عارف من الاول ان الانتيريور بيتيوتري طبيعي بتتحكم في ثلاثة اندوكراين جلاندز اللي هما مين؟ يس ثايرويد ادرينال كورتكس جونادز. اللي ريليزنج هرمون راح للانتيريور بيتيوتري قال لها طلعي لي تي اس اتش فشغلي لي الثايرويد، طلعي لي اي سي تي اتش شغلي لي سوبرينال كورتكس، طلعي لي اف اس اتش وال اتش من عندك عشان اشغل بيها الجونادز الاوفريز والتستس. الله، ده احنا عرفنا معلومه مهمه جدا. ايه المعلومه؟ لو عيان عنده هايبر ثايرويدزم، زياده في نشاط الثايرويد جلاند، ممكن السبب يكون ايه؟ ممكن بكل بساطه يكون مشكله في الثايرويد بتطلع هرمون زياده، ادي واحد. نمره اتنين، البيتيوتري جلاند من غير حاجه بتطلع تي اس اتش زياده، اصل يا فندم كان عندها ورم تيومر في البيتيوتري طلع تي اس اتش زياده، ادي اتنين. ثلاثة، لا يا فندم البيتيوتري زي الفل والثايرويد زي الفل، ده الهايبوثالاماس ده في ورم في الهايبوثالاماس بيطلع ثايرويد هرمونز ريليزنج هرمون، بيطلع من فين؟ بيطلع من الهايبوثالاماس ريليزنج هرمون، يطلع تي اس اتش من الانتيريور بيتيوتري اللي هتطلع لك مين؟ الثايرويد، يتشغل الثايرويد ويطلع منها الهرمونز. يبقى انا عندي ريليزنج هرمونز او انهبيتنج هرمونز طلعوا من الهايبوثالاماس، ده نيرفس، اثروا على مين في الاخر؟ اثروا على البيتيوتري جلاند، وبالتالي افكت اذر اندوكراين جلاند اللي تبعها اللي هم مين؟ الثايرويد من خلال التي اس اتش، السوبرينال كورتكس من خلال الاي سي تي اتش، والجونادز من خلال ال FSH وال LH. يبقى الهايبوثالاماس قدر يتحكم في السكريشن اوف ميني اندوكراين جلاندز.
يبقى دي او وسيله من وسائل ان النيرفس سيستم كان افكت الاندوكراين سيستم. نمبر 2، الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت. واحده واحده بقى كده. يعني ايه هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت؟ هايبوثالامو عليكم ده عباره عن الهايبوثالاموس، اوكي ده نيرفس. طب الهايبوفيزيال دي عباره عن ايه؟ بيتيوتري. بس اي حته في البيتيوتري بقى؟ بوستيريور بيتيوتري. طب تراكت، نسترجع السنه اللي فاتت كده كنا بنقول ايه بقى؟ كنا قلنا كده السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها كمان في سنه اولى لما اتكلمنا في الاوتونوميك، قلنا يا جماعه مجموعه، قلنا النيرون ده كان سيل بودي وسيل بروسيسز، والسيل بروسيسز يا اما شورت برانشنج بروسيسز اسمها الدندرايت، يا لونج بروسيس اسمه اكسون. لما نجمع السيل بوديز اوتسايد السي ان اس بتاعت النيرون كنا بنسميه ايه؟ بنسميها جانجليا. ولما جمع مجموعه من السيل بوديز اوف ذا نيرونز انسايد السي ان اس اسميها نيوكليس. يبقى نيوكليس هي عباره عن جروب اوف سيل بودي اوف نيرونز انسايد ذا سي ان اس. طب والجانجليا هي جروب اوف سيل بودي اوف ذا نيرونز موجوده فين؟ اوتسايد السي ان اس. امال ايه هو التراكت؟ التراكت ده ما خدناه في سي ان اس، ده عباره عن كوليكشن اوف اكسونز، مجموعه من نيرف فايبرز، مجموعه من الاكسونز سميناها اسمها ايه؟ اسمها تراكت. طيب ايه بقى الهايبوثالام هايبوفيزيال تراكت؟ في مجموعه من نيرونز، واحده واحده، مجموعه من نيرونز موجوده في الهايبوثالامس. ومره ثانيه لما نقول مجموعه من نيرونز موجوده في الهايبوثالامس، السيل بودز بتاعتهم متجمعين جوه السي ان اس، يبقى اسمها نيوكليس. جزء منهم متجمع اسمه سوبرا اوبتيك نيوكلياي، وجزء تاني متجمع عامل بارا فينديكولار نيوكلياي. يبقى كلمة نيوكليس هو معناها كوليكشن اوف نيرونز سيل بوديز انسايد السي ان اس. يبقى في هنا في الهايبوثالاموس في مجموعة من نيرونز متجمعين عملوا لي نيوكليس اسمه سوبرا اوبتيك نيوكليس، ومجموعه من نيرونز متجمعين كمان اسمها بارا فينتيكولار نيوكلياي، ده عباره عن سيل بودز. امال الاكسن بتاعهم ماشي فين اهو؟ الاكسن بتاعهم ماشي واصل لفين؟ واصل للبوستيريور بيتيوتري. عشان النيرف اندنج فيهم هيطلعوا حاجه غريبه جدا قوي. اصل يا فندم في اتنين هرمونز اسمهم ADH والأوكسيتوسين، ده مين بيصنعهم دول؟ اللي بيصنعهم هي السوبر اوبتيك والبارا فينتيكولار نيوكلياي اوف ذا هايبوثالاموس. يبقى ده نيرفس سيستم. يبقى انا عندي هنا السوبر اوبتيك نيوكلياي والبارا فينتيكولار نيوكلياي اوف ذا هايبوثالاموس بيعمل فورميشن سينثيسيس لمين؟ لتو هرمونز، ال ADH الانتي دايريتيك هرمون والاوكسيتوسين. يمشوا في التراكت، يمشوا along the axons اللي اسمه hypothalamus hypophysial tract to be stored فين؟ في ال posterior pituitary، ويطلعوا من ال posterior pituitary يبقى they are released and secreted by posterior pituitary. مش كده هنعرف حاجه غريبه جدا هنتكلم بعد كده هقول لكم. فاكرين ما قلنا اول محاضره في الاندوكراين؟ زي ما انتم عارفين الاول دايما محاضره كده محاضرتين بنعمل الفرشه اللي هنتكلم عليها في كل الاندوكراين، بعرفكم مين الابطال اللي اشتغل بيهم ان شاء الله. يقول لك ايه ده يا فندم؟ ده الشخص ده عنده ورم عمل ديستراكشن للبوستيريور بيتيوتري، بس سبحان الله الاي دي اتش والاوكسيتوسين ما نقصوش. ليه؟ هما بيتخزنوا بس هنا، لكن هما اصلا بيتصنعوا فين؟ They are formed in the supraoptic and paraventricular nuclei. ويمشي من خلال هذا التراكت، حصل destruction هنا، هيطلعوا من هنا على طول على الجنرال سيركيوليشن ولا الهواء. وكل الحكايه بس حاجه واحده، ايه هي؟ مش هتخزنوا، مش هيبقى في تخزين جوه البوستيريور بيتيوتري. لكن هم اساسا بيتصنعوا في الهايبوثالاموس. They are formed in the hypothalamus فين؟
في السوبر اوبتيك وباور فيديكال نوكلياي and they are released and secreted from the posterior pituitary. ويمكن هفكركم بحاجة أنا قلتها بكده في أول محاضرة في السي إن إس، قلنا النيرفس سيستم بيشتغل بسرعة جدا مش شورت دوريشن، والإندوكراين سيستم بيشتغل سلو ولكن لونج دوريشن. طب الحتة اللي بين الاتنين بقى، أيوه حاجة اسمها نيور هرمونز. يعني إيه نيور هرمونز؟ يعني هرمون طالع من النيرفس سيستم تمام بيطلع بسرعة as a result of nerve impulse، وفي نفس الوقت يشتغل اسرع، هو اسرع من الهرمونز العاديه وابطا من الكيميكال ترانسميترز الموجوده في النيرفس سيستم. هو ده، ادي مثال منهم. الاي دي اتش ده طالع من هنا، ده نيور هرمونز، ده طالع من فين؟ من نيرف اندنج بتاعه الهايبوسلام وهايبوفيزيال تراكت، وطالع منها دايت انتو ذا بلاد. يبقى ده اكنه حاجه اسمها نيور هرمونز. يبقى انا الهايبوثالاموس اللي هو النيرف سيستم كاند ريزلت اتحكم في مين؟ اتحكم في الاي دي اتش والاوكسيتوسن الهرمونز اللي طالعه منين دول؟ طالعه شكلها طالعه من فين؟ من البوستيريور بيتيوتري. يبقى ادي تاني واصله ما بين الهايبوثالاموس والاندوكراين سيستم. الهايبوثالاموس من خلال الهايبوسلام وهايبوفيزيال تراكت بيحصل ايه؟ بيستيميليت الريليز اوف اي دي اتش اند اوكسيتوسين فروم بوستيريور بيتيوتري. هنعرف بعد كده ان هم ستورد هنا وبيطلعوا من البوستيريور بيتيوتري، بيطلعوا از ريزلت اوف نيرف امبلس. هم متخزنين هنا في النيرف اندنج، يجي لهم نيرف امبلس من الهايبوسلام وهايبوفيزيال تراكت عشان يطلعوا في الجنرال سيركيليشن. يبقى النيرف سيستم اتأثر على مين في الاخر؟ على الهرمونز secreted in the blood اللي هم الـ ADH والـ A والأوكسيتوس. ثالث وصلة ما بين الـ nervous system والـ endocrine system في direct connection بين الـ hypothalamus والـ supranal medulla. احنا قلنا قبل كده supranal medulla دي أحد الـ endocrine gland. الـ pituitary gland ليس له أي سيطرة عليه، لكن هذه سوبرين المضلة طلع تو هرمونز، ادرينالين ابنفرين 80% ونور ادرينالين اللي هو النور ابنفرين 20%، في دايركت كونكشن بين الهايبوثالاموس النيرفس سيستم والسوبرين المضلة. ايه بقى؟ في حالات الاسترس ينزل التراكت يفضل ماشي ماشي ماشي، ده بتاع الايه؟ ده بتاع السمباثاتيك، يوصل لغاية اللاترال هورن سيل يعمل ايه؟ يروح لسوبرين المضلة يطلع منها الابنفرين ونو ابنفرين 80% و20%، سريعة جدا قوي. ده اسمه كان قلناها قبل كده ستريس ريسبونس او الارم ريسبونس، في الخضة في التوتر الشديد و و الهايبوثالاموس هيروح مدي على طول اشارة من خلال ادي نيرفس كونكشن نازل التراكت لغايه اللاترال هورن سيل، يطلع من اللاترال هورن سيلز يطلع منها بري جانجلون فايبرز، ده كلام زمان بتاع الاوتونوميك، يطلع من سوبر المضله ابنفرين النور ابنفرين. طبعا الحاجه الثانيه برضو نكملها، دي تكمله الجزء اللي قلناه اول نقطه، الهايبوثالاموس من خلال ان هو هيشتغل على البيتيوتري جلاند هيطلع ريليزنج هرمون من هذه، ادي ريليزنج هرمون من هذه الهايبوثالاموس، يطلع منه ايه؟ يطلع هذا ريليزنج هرمون يوصل للانتيريو بيتيوتري يطلع منها اي سي تي اتش، عشان الاي سي تي اتش ده يروح في الدم لغايه السوبرينال كورتكس مش مضله، يطلع منها جلوكورتيكويدز الكورتيزول اللي هيبتدي يزود لك الجلوكوز و و و و ويشتغل بالفات ميتابوليزم والبروتين ميتابوليزم ويأثر على المناعة ويأثر على البلاد فوليوم and so on. يبقى أنا عندي تالت وظيفة أو تالت كونكشن، إزاي يا جماعة النيرفس سيستم بيأثر على الإندوكراين سيستم؟ بتلات حاجات، الهايبوسلامو هايبوفيزيال بورتا سيركوليشن أدي واحد، هايبوسلامو هايبوفيزيال تراكت أدي رقم اتنين، تالت حاجة دايركت كونكشن بين الهايبوثالاموس والسوبرينال ميدل. الهايبوثالاموس سند على طول ديسندنج
فايبرز لغايه اللاترال هورن سيل، يطلع منها البري جانجليونيك للسوبر رينال مضله، يطلع منها ابينفرين ونو ابينفرين اللي هتعمل لي الارم ريسبونس او الستريس ريسبونس، يزود الهارت ريت ويزود البلاد بريشر ويزود البلاد جلوكوز اند سو اون. ازاي ان هو قدر هذا النيرفس سيستم قدر ياثر على الهرمونز اللي هي ابينفرين والنو ابينفرين. يبقى دي اول جزء، ان النيرفس سيستم كان افكت الاندوكراين سيستم. من الاذر هاند بقى لطيفه جدا قوي، الاندوكراين سيستم كان افكت النيرفس سيستم بالعكس بقى. ازاي الاندوكراين سيستم كان افكت النيرفس سيستم؟ الباراثايرويد جلاند، لما نتكلم بقى ان شاء الله على كل جلاند بالتفصيل بقى والامراض اللطيفه، والناس اللي عندهم تيتاني، تيتاني اللي هو التشنجات، يجي لهم كده ايديهم يجي لهم زي نوع من ايه كرامبات كده في ايديهم او الكلام ده كله، ويا فندم اصل في مشكله في الباراثايرويد، اصل يا فندم الباراثايرويد جلاند من الاول كده نخلصها، هي لها فانكشن واحده ملاش تاني، ربنا خلقها عشان حاجه واحده، تو مينتين هاي ليفل اوف كالسيوم ان ذا بلاد، بس هي بس تحس ان الكالسيوم واطي باي طريقه، جيبوا لي كالسيوم اسحبوه كالسيوم من الانتستين، ايام كان بياخد حاجه فيها منتجات البان وفيها كالسيوم اسحبوا الكالسيوم، ما بياخدش يا فندم. طب الكالسيوم اللي كان هيقع في اليورين في الكيدني الحقوه رجعوه تاني، ما فيش يا فندم، ما فيش كالسيوم بس ولا هوا، عندكم العظم كسر العظم ده حط الكالسيوم موجود في البلد. هو لازم لما تتطبق السبع على الارض لازم يخلي الكالسيوم منتين هاي ليفل اوف كالسيوم حتى على حساب العظم بتاعه. ليه؟ اصل يا فندم هناخدها بالتفصيل، احنا قلنا زمان نجمع بقى كده بقى لطيفه، اصلا مش هو كان في البلد بيعمل ايه الكالسيوم ده؟ مش كان مسؤول عن كل كلوتينج فاكتورز عشان يعمل انترنسنج ان اكسترنسنج باس واي اوف بلاد كوجيليشن؟ مش قلنا كده؟ الله مش خدناه بكده في الـ في الـ في الماسل، كان مسؤول عن ماسل كونتراكشن، ايه مش خدناه في الهارت، كان بيخش جوه الهارت من خلال هي عباره عن ايه السلو كالسيوم صوديوم شانلز، ويخش الكالسيوم ومسؤول عن الكونتراكشن بتاعه الهارت. الله، طب ده له وظائف بلاوي سودا، وزي ما اتفقنا قبل كده ان الكالسيوم بيعمل ايه في السيل؟ حاجتين، يا يعمل فيها كونتراكشن يعمل فيها سكريشن، ده الكالسيوم. طب يا فندم الباراثايرويد جلاند زودت الهرمونز، الباراثايرويد هرمون فزودت لك الكالسيوم ليفل في البلد. طب ايه هو الكالسيوم ده عباره عن ايه؟ مش الكالسيوم ده عباره عن داي فيلنت كاتاين؟ الله، وما الصوديوم ده كان ايه؟ ده كان مونو فيلنت كاتاين، كان ده كان الكالسيوم حته كبيره كده زي الجحش كده، بوليكا ويب بتاعه 40 وعليه 2 فالنسي 2 بوزيتيف تشارج، والصوديوم كان صغنن، كان مسؤول عن ايه ده الصوديوم ده؟ اللي هو مونو فيلنت 1 كاتاين 1 بوزيتيف تشارج مونو فيلنت. الصوديوم كان مسؤول عن حاجه مهمه جدا، ده الوحيد المسؤول عن الدي بولاريزيشن اوف ذا نيرف، ده لما يفتح الفولتج جيتد صوديوم تشانل كان يخش الصوديوم يعمل ديبولاريزيشن، يعني بيعمل لي بالبلد يعمل ايه اكشن بوتنشال، يعني يعمل ايه نيرف امبلس. طول ما الصوديوم يخش جوه النيرف فالنيرف بيستجيب ومسؤول عن الاكشن بوتنشال والمسؤول عن الاكسايتابيلتي بتاعت هذا النيرف. طب لو زودنا الكالسيوم ايونز، خلي بالك الكالسيوم ايون ده divalent ولارج كاتاين 40 مولكيولا ويت، جنب صوديوم صغنن خالص، الصوديوم ده عباره عن قد ايه الصوديوم ده؟ ده 23 ومونوفالنت. فتحنا للشانل بتاعت الفولتج جيت الصوديوم تشانل عشان يعمل اكشن بوتنشال. ايه اللي حصل؟ الصوديوم بيخش عادي مش مشاكل، لما زودنا الكالسيوم ايون، ايوه الكالسيوم ايون بقى كده زادوا قوي قدام الصوديوم، الصوديوم الصغنن ده كده لا قدامه حته جته كبيره كده اسمه كالسيوم ايون، فيجي ايه يفتحوا الفولتج جيتد صوديوم تشانل، يجي يخش الصوديوم ويقفلوا الكالسيوم، راح فين يلا؟
سعادة الباشا، دول فتحوا لي بوابات بتاعتي يا سعادة الباشا عشان أخش جوه النرف. يحيل له إيه الكالسيوم؟ بقى أنت يا معفن الصغنن كده هتخش جوه النرف، وأنا الكالسيوم اللي أنا الملاكمات بتاعي عالي جدا 40 وعليا 2 بوست بتشارج، ما أخشش؟ اتفضل يا سعادة الباشا. هقول لك إيه؟ اتفضل. جاي يخش الكالسيوم من خلال الفولتج جيت الصوديوم شانل، اللي هي فيتنج على مقاس مين؟ الصوديوم اللي هو سمول كاتاي، هيخش الكالسيوم اللي هو قلبوز بقلوز وفي اللحمه مغموس، هيقدر يخش جوه هذه الفولتج جيت الصوديوم شانل؟ ما يقدرش، يبقى قفل الشانل. يبقى لا هو ولا هو دخل جوه النيرف ولا سمح للصوديوم انه يخش. يعني لا بيرحم ولا بيخلي محمد، ربنا تنسى. عمل ايه في الاكسيتابيلتي؟ قال لي الاكسيتابيلتي اوف ذا نيرفس سيستم. يبقى زياده الكالسيوم ايونز نتيجه ايه؟ نتيجه الباراثايرويد هرمونز. عملت ايه الباراثايرويد هرمونز؟ زودت لك الكالسيوم ايون، قللت لك الاكسيتابيلتي. والعكس صحيح، لو قل الكالسيوم ايون ما فيش حاجه قدام الصوديوم، يقول له هي فسحه، يخش صوديوم كتير جدا جوه هذه النيرف فيزود الاكسيتابيلتي بتاع النيرف سيستم. هناخد برضو بعد كده بالتفصيل طبعا نماذج كتيره. هنعرف برضو الثايرويد هرمونز زي ما بيشغل كل حاجه، بيشغل القلب زياده والنيرف سيستم زياده والمصل وكل حاجه، بيعمل ايه برضو؟ هيزود الاكسيتابيلتي بتاعت النيرف سيستم. يبقى انا عندي الاندوكراين سيستم من الناحيه الثانيه كان افكت النيرفس سيستم، يبقى بوث سيستم ار انتر كوميونيكيتنج. انتر كومبليكيتنج يعني ايه؟ يعني هما الاثنين كومبلمنتري تو اتش اذر، مكملين لبعض. النيرفس سيستم افكت الاندوكراين سيستم من خلال ثلاث حاجات: الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن اللي بين الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري، نمرة 2 الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراك ما بين الهايبوثالاموس والبوستيريور بيتيوتري، رقم 3 دايركت كونكشن بين الهايبوثالاموس اند ذا سوبرارينال ميدل. اون ذا اذر هاند الاندوكراين سيستم كان افكت النيرفس سيستم زي على سبيل المثال الباراثايرويد جلاندز من خلال انكريزنج كالسيوم ايون كان ديكريز اكسيتابيلتي اوف ذا nervous system. وبكده خلصنا اول جزء صغير في الاندوكراين. هنا شفنا ازاي الهرمونز هم ايه، هم الهرمونز وايه، هم الاندوكراين جلاندز وايه هم التاثير بتاعتهم، مين هم الابطال اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد كده، وازاي كل واحد منهم بيأفكت different organs and different system في البودي. and thank you.